بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حللني يا ابونا. عاوز اكلمكم عن فكره كده سميتها التلسكوب والميكروسكوب. The problem of the telescope and the microscope. ايه الفرق بين التلسكوب والميكروسكوب؟ حد عارف الفرق؟ هما الاثنين سكوب بس فرق كبير جدا. مايكروسكوب ده مايكرو، يعني مثلا تحط نقطة دم وبعدين في الميكروسكوب تلاقي نقطة الدم دي عالم. والتلسكوب العكس بقى، بتبص على كوكب ضخم أكبر من الأرض وبتحاول تشوف فيه إيه. فالتالي اللي هي بعيدة قوي، يعني تلسكوب هما الاتنين رؤية بس حاجة كبيرة قوي ما انتاش جايبها بتحاول تجيبها، وحاجة صغيرة قوي تطلع برضو كبيرة قوي تحت الميكروسكوب. الفكرة دي العالم كل ما بيتقدم بيكتشف اكتشافين عكس بعض، ان اصغر حاجة جواها حاجات كتيرة قوي. تعرفين كان زمان قوي، يعني من 100 سنة الطب كان بيعتبر الخلية هي اصغر وحدة. الخلية دي دلوقتي بيعتبروها اكبر من الكنيسة دي، يعني جوا الخلية دي عالم، عالم من التفاصيل. وكانت الذرة، دلوقتي الذرة دي حاجة كبيرة مش كده؟ المهندسين يقولوا كلمة ذرة دي، لا الذرة ده موضوع الاتوم، ده حاجة كبيرة دلوقتي جواه كونتنتس كتير قوي. كذلك كانوا زمان يقولوا الشمس والقمر، لا ده طلع في مجرات سماوية وفي عالم بعيد قوي عن العالم اللي احنا شايفينه. ده بيفكرني بحاجة في علم الاباء يسموها الماكروكوزموس والمايكروكوزموس. بمعنى ايه؟ كوزموس في اللغة اليوناني يعني كون. مايكرو، المايكروكوزموس هو قلبك، جواك بالنسبة لربنا عالم مهم جدا. كلمة ملكوت الله داخلكم ده المايكروكوزموس، ان انت جواك عالم وربنا عاوز يملك على هذا العالم الداخلي اللي الناس مش داريانة بيه ولا شايفاه، بس بالنسبة لربنا ضخم. وكمان ربنا عاوز يملك على العالم كله من بره، الماكرو كوزموس، عاوز كل بني آدم ماشي على الأرض من 7 مليار نسمة يتعلق بيه عشان يدخل السماء. طب انت كخادم عينك على ايه بالظبط؟ الحقيقة انت عينك مرة على التلسكوب ومرة على الميكروسكوب. ده اللي انا عاوز اوصله في الاخر، يعني عينك على 7 مليار عشان تفرح ربنا، وعينك على قلبك على الميكروسكوب على الميكروكوزموس، لانك مش هتقابل المسيح غير وقلبك نقي. ودي مشكلة، ان في ناس بتطلع لبره فتنشغل قوي باللي بره وتنسى جوه، وفي ناس تنحصر في جوه بزيادة قوي وتنسى بره. الحياة ربنا ربط الاثنين ببعض، لن تخلص إلا بالآخرين ولن تخلص إلا بنقاوة القلب. يعني في واحد بيفترض أنا هغلط براحتي وهخدم براحتي، ما ينفعش حبيبي. تغلط براحتك يبقى المايكروكوزموس بايظ، ويبقى الماكروكوزموس عمره ما هيمشي كويس. عشان تنجح في خدمتك لازم تنجح مع نفسك، عشان تشوف قلبك وتركز فيه كويس قوي وتطلع منه اللخبطة اللي جواه، ساعتها تقدر تنقذ نفوس من بره وتغير فيهم كتير. فتعالوا نعيش مع الفكرة بشوية كده معانا. اولا ما يرى وما لا يرى ده تعبير كتابي، وبنقوله في القداس لما الحتة بتاعت الأنافورة واحنا بنتكلم عن صفات الله، خلق ما يرى وما لا يرى. بنذكر كده انه في الخلق في امور لا ترى. ايه الامور التي لا ترى؟ ربنا خلق ملائكة بس، والملائكة حقيقيين والاف وربوات بس لا يرى. ربنا خلق كون غريب ضخم جدا لا يرى بالعين المجردة، بس في حاجة اسمها كده بقينا نكتشفه بالتلسكوب. وخلق امور دقيقة جدا داخلك برضو لا ترى. على فكرة ما نراه أقل جدا مما لا نراه، ودي في الأبولوجيتكس مهمة قوي. عارفين ليه؟ لما واحد يقول لك طالما أنا مش شايف يبقى مش هصدق، على فكرة أنت ما عندكش أدنى درجات العلم دلوقتي، لأن العلم بيقول اللي أنت مش شايفه وموجود أكتر جدا من اللي أنت مش شايفه.
أولهم قلبك ومعدتك وبطنك واللي جواك، شوية البكتيريا اللي في الهواء. ففي عالم ضخم اللي في قاع البحار اللي انت مش شايفه ده موجود ولا مش موجود؟ موجود. النجوم اللي بعيد قوي اللي ما تشوفهاش بالعين المجردة موجودة ولا لا؟ موجود. طب انت مصدق ان كل ده موجود ولا يرى؟ ولما نقول لك ربنا لا يرى تقول مش موجود؟ فإذا مجرد القناعة العقلية بأننا لا نرى كل ما هو موجود، دي قضية هامة جدا في الكرازة دلوقتي. لما تتكلم مع أي حد عقلاني هو مصدق عينيه، على فكرة عينيك مش شايفة كتير قوي، عينينا دي طلعت محدودة قوي. ده في بعض الطيور عينيها أقوى جدا من عينينا، يعني يقولوا عين النسر، بعض أنواع النسور مثلا، يبقى عالي جدا زي الطيارة، لكن شايف الفار اللي بيجري في الحقل فينزل زي الصاروخ ياخد الفار ويطلع، وهو كان بعيد جدا لكن عينه أقوى من عينك. السؤال الثاني، هو أنت مصدق كل اللي بتشوفه وإلى أي مدى؟ لأن خلي بالكو قديس توما وقف عند حتة أشوف ألمس، فربنا يسوع قال له طب تعال أشوف، بس حبيبي طوبى لمن آمن وإيه ولم يرى، لأنه مش ممكن هتشوف كل حاجة بعينك، لازم تصدق أنه في أكتر كتير من عينك جواك. قلبك ده يطلع ضخم قوي، وفي حتة اسمها كبرياء، وفي حتة اسمها شهوات، وفي حتة اسمها خبرات سيئة، وفي حتة ده كل ده جوه، وربنا فارق معاه. على فكرة ربنا عينه على عالم كله زي عينه على قلبك بتفاصيله، بنفس الأهمية، بنفس الأهمية. عشان كده يوصف داود يقول قلبه زي قلبي، يبقى واضح القلب ده نظيف بزيادة. كمان ما لا يرى عموما يحتاج إلى من يخبرك. بمعنى إيه؟ إذا كنا هنتكلم في عالم غير مرئي، أنا لو أنا قاعد جنب واحد معاه تلسكوب هسأله شايف إيه؟ يقول لي. قاعد جنب واحد في معمل باصص على الميكروسكوب هسأله شايف إيه؟ يقول لي. إذن القديسين اللي شافوا ما لا يرى من حقهم يقولوا لنا شايفين إيه؟ إحنا ما حضرناش المسيح حرفا على الأرض صليبه وقيامته، لكن إحنا بنسألهم شفتوا إيه؟ يقولنا شفنا الصلب، شفنا قام من الموت، شفناه هو صعد للسماء، سمعناه هو بيوعد إنه جاي. خلاص، إشمعنى بصدق اللي باصص في الميكروسكوب بيقول لي عدد كرات الدم الحمراء كذا؟ ودي اقول له طبعا مظبوط مظبوط، انت طب انت شفت؟ لا ما شفت. طب صدقت ليه؟ ولما يجي واحد يقول لي المسيح عمل وقال وحصل، مش راضي اصدقه. انا كله بتكلم من ناحيه دفاعيه، انه المنطق البشري في رفض ما لا يرى منطق مش منطقي، او منطق نونسنس، ضعيف جدا، لان الحقيقه الناس كلها عايشه مصدقه ما لا يرى. هما مش مسيحيين بس كلهم مصدقين ان في حاجات لا ترى. مرة واحد بيقول للتاني، بيقول له يعني انا مش هصدق غير لما اشوف، وما تعملش مع حاجة مش شايفها. قال له المفروض ما تاكلش. قال له ليه؟ قال له عشان مصارينك بتشتغل على الاكل وانت مش شايفها بتشتغل ازاي، والمفروض ما تتنفس لانك اللانجز الرئتين بياخدوا الهواء وبيوصلوه للدم ومش عارف ايه، وحاجات شغلة كبيرة قوي وانت مش شايف، فالمفروض لا تاكل ولا تتنفس لان كل الفانكشنز دي انت مش شايف، مش كده؟ لكن انت بما انك بتاكل وبتشرب وبتتنفس يبقى انت مصدق مع انك مش شايف، وعلى فكرة كمان مش فاهم، وبتتعامل بتاكل وتتنفس عادي. فكرة اخرى، هل كل الحقائق نسبية؟ الموضوع ده بيثار حديثا بشكل صعب قوي برا مصر وداخل على مصر. بمعنى ايه؟ يقول لك all facts are relative، يعني ايه؟ نسبية، ممكن ما تكونش absolute، يبقى نفس الجملة دي كمان نسبية، ممكن تطلع غلط simply. لا، الكلام ده مش مظبوط، ما تقدرش تقول ان all facts، حتى الجملة نفسها غلط في الديفينيشن. كلمة fact ما ينفعش تبقى relative by definition، فاهمين ازاي؟ fact يعني truth، يعني ما عدا ذلك غلط، ما عداها غلط. الحتة دي تفرق ليه؟
لأن في ناس بتحاول تنادي فكرة أن الحقيقة نسبية، يعني ممكن يبقى كذا حاجة مختلفة لكن كله صح. في فرق أنها متكاملة تبقى كله صح، لكن متعارضة ما ينفعش يبقى كله صح. يعني إيه؟ لو قلت لي أن ده إنسان يبقى ضمنيا ما هوش نبات ولا جماد ولا حيوان، لكن لو قلت لي هو إنسان وجماد ونبات، لا ده شغل مجانين، ده مش شغل عقل. لو قلت إنه إنسان يبقى ضمنيا بتقول إنه مش جماد ومش نبات، فاهمين الفكرة؟ لو قلت إن دي عربية تبقى مش تلاجة ومش سجادة ومش أي حاجة تاني، عربية. أوكي؟ فخلي بالكم، لأن القضية دي بقت هامة، لأن في ناس بره يقولك إيه، طب وليه ما يكونش الدين ده صح والدين ده صح والدين ده صح؟ ما ينفعش. عارفين ليه؟ لأن ده بيقول حاجة عكس ده، ده بيقول ربنا موجود وده بيقول ربنا مش موجود، يبقى لازم واحد صح والتاني غلط. ما ينفعش الاتنين يبقوا صح. أنا مش بقولك مين صح، في دين بيقول المسيح ربنا، في دين بيقول المسيح مش ربنا، في واحد صح والتاني غلط، ما ينفعوش يبقوا الاتنين صح. واضحة؟ في ناس بتقول الحياة الأبدية ما فيهاش جسديات زينا، وفي ناس بتقول الحياة الأبدية أكل وشرب وحاجات تانية، واحد صح والتاني غلط. ما ينفعش يبقى واي نوت، لا واي نوت ازاي، اديني عقلك، ما هو يا ده يا ده، لأن ده عكس ده. فما ينفعش تقول كله صح، كده أنت بتغلط الفكر. عشان كده المسيح سأل سؤال ما كانش يحتمل إلا إجابة واحدة، لما قال ماذا يقول عني الناس أني أنا ابن الإنسان، كان في إجابات متعددة، قال لهم وانتوا بتقولوا إيه؟ بطرس قال الإجابة الوحيدة الصح، اتقال إيليا، اتقال أرميا، اتقال واحد من الأنبياء، فضل المسيح مستني الإجابة الوحيدة الصح. ما ينفعش يكون يسوع ابن الله وممكن أرميا، لا ما ينفعش، ما ينفعش، هي إجابة واحدة صح، وعلى هذه الصخرة أبني كنيسته. أزمة الجيل ده يا جماعة، أزمة هذا العصر، أن الناس بتقول الحقيقة دي حاجة تخصني أنا. الحياة الحقيقة لا تخص أحد، الحقيقة تخص ذاتها. يعني إيه؟ في واحد يقول لك أنا بالنسبة لي ربنا مش موجود، أوكي براحتك، بس هو ربنا موجود. يعني إيه؟ أنت مش عاوز تتعامل، مش عاوز تصدق، دي حتة تخصك، لكن ما ينفعش أنت تقول الحقيقة بتاعتي أنا إن ربنا مش موجود. الحقيقة مش ملك شخص، فاهمين الفكرة؟ مش إخراج شخص، الحقيقة هي ثابتة بذاتها. أما الإنسان يصدق ما يصدقش، يصدق نص يصدق كل، يفهم شوية ما يفهم شوية، ده موضوع نسبي شخصي، لكن من ذات من ناحية الحقيقة هي ثابتة. لأن النهاردة بيوصلوا في الحوارات الفلسفية يقول لك إيه، الحقيقة بالنسبة للهندوسي كذا والحقيقة بالنسبة للمسيحي، لا مش الحقيقة، ده اعتقاده، ده موضوع تاني، يعتقد في كذا، لكن it's not a fact، ما ينفعش تقول the truth. The truth, there is only one truth. Nothing but the truth. ما ينفعش يبقى فيه أكتر من حقيقة بأي شخص. عشان كده المشكلة في الزمن ده أحبائي إن في ناس بتمشي ورا حاجة يسموها الاختبار الشخصي بدل التسليم. بمعنى إيه؟ فهموا الحتة دي بقى كأرثوذكس. أنت ممكن تنفعل في صلاتك بحاجة، آية قريتها بتفهمها بطريقتك، بس ويتمنت، ما ينفعش تقول أنا أدركت الحقيقة إدراكي الشخصي. الحقيقة ممكن تتعامل معها بشكلك الشخصي، بس هي ثابتة، الكنيسة استلمتها من المسيح وسلمتها للأجيال. أنت دقتها صح ماشي، دقت حاجة شبهها، ما ينفعش تنادي وتقول أنا بقول لكم الحقيقة. أريوس طلع يقول الحقيقة المسيح مش ربنا، كذاب، هنا كذاب. ليه؟ لأن هو قال حاجة طالعة منه مش طالعة من الحقيقة. المسيح قال أنا هو الحق، ما حدش هيوصل للسماء غير بي، يبقى there is only one truth. فحسب من فكرة الاختبار الشخصي، احنا ليه بنقلق من الكلمة دي؟ ما كلكم ضايقين ربنا، كلكم بتحبوا ربنا، كلكم بتحسوا بربنا في الصلاة، كل ده صح، لكن ما ينفعش اختبارك الشخصي يطلع عقيدة. فاهمين نقطتي؟
ما ينفعش اختبارك الشخصي يطلع منه عقيدة نسلمها للي بعدنا، لا لا، هنا الشيطان يلعب تمام بقى. ومن هنا لقينا آلاف من العقائد المتصارعة حتى جوه المسيحية، عارفين ليه؟ كلها اختبارات شخصية، إيحاءات شخصية، انطباعات شخصية، مش من حقك. ليه بنقول على نفسنا كنيسة تقليدية؟ تقليدية مش كنيسة ريتاردد قديمة، لا لا لا، كنيسة مستلمة حقيقة واحدة ما بتلعبش فيها، بتدوقها لولادها وكل ما يكبروا يدوقوها أكتر، بس هي حقيقة واحدة بس، ما ينفعش تفصلها على مزاجك ولا تعملها بمزاجك. مأساة هذا الجيل يا أحبائي أن العلم أصبح صوته أعلى من الحقيقة، بينما كل العلماء لا يصدقون العلم. أنتوا فاهمين دي؟ كل العلماء المحترمين لا يصدقون العلم. ليه؟ أي عالم محترم يقولك أنا لازم أشك عشان أوصل لحاجة، واللي أنا وصل له دلوقتي أقل أكيد من الحقيقة، عشان كده بزداد بحث. هو ليه بيدور؟ لأنه مقتنع أن اللي تحت عينه دلوقتي لسه مش كامل. فاهمين الفكرة؟ فنفس العلماء ما بيتكلموش بلغة الحقيقة. العالم المحترم ما عندوش كلمة أقطع دراعي، أي عالم محترم بيقول أعتقد، لأنه وارد بعد كم سنة مع الريسيرش يغير كلامه، مش كده؟ أنتوا اللي درسوا من 30-40 سنة في الكليات، في حاجات اتغيرت في نفس كلياتكم، بالذات الكليات الايه العملية وكده، لا، في حاجات اتغيرت في العلم، في نظريات اتغيرت، في حاجات جديدة اكتشفت. يبقى المعلومة اللي كانت بتتقال من 100 سنة مختلفة عن دلوقتي، طب امشي ورا العلم ازاي؟ إذن العلم لا يعطي حقيقة. فدي مأساة الزمن ده، الزمن ده بيقدس العلم، بيرجع للعلم، بيحترم العلم بزيادة وينسى الحقيقة. والحقيقة العلم مهما تطور هو في رب، الناس تقبل ما تقبلش راحتها، في خلق، الإنسان اتخلق، في حياة، في نهاية للإنسان، في حياة أبدية حسب إعلان الحقيقة اللي عندنا. بعد كده بقى العلم يقول زي ما يقول، لأن كل شوية هيغير كلامه ومش بالتالي نمشي وراه. قاعدة أخرى في علم الدفاعيات مهمة، أو في التفكير المنطقي، أن كل ما هو مصنوع لابد له من غرض. توافقوني على الجملة دي؟ كل ما هو مصنوع لازم وراه غلط غرض. اللي عمل الساعة دي ما عملهاش زينة، عملها عشان تديني وقت. اللي عمل الصليب ده مصنوع، عمله لغرض. اللي عمل الكمبيوتر، اللي عمل الأورج، أي حاجة مصنوعة لازم لها غرض. النهاردة العلماء كتير منهم بيحاولوا يقولوا الإنسان غير مصنوع، غير مخلوق يعني. ده معناه ضمنيا أن الإنسان وليد الصدفة، وليد العشوائية. إذن على طول يسموها purposeless، يعني إيه؟ ملوش غرض من وجوده. هي دي مأساة الجيل ده، عشان كده الناس بتدمن، عشان كده الناس بتعيش في إباحية، عشان كده الناس بتنتحر، لأنه العصر الحديث بيقول له أنت كإنسان اتوجدت غلطة، اتوجدت من غير قصد، اتوجدت ما اتخلقتش، وبالتالي مفيش غرض من وجودك. إنما المسيحية بتقول أنت اتخلقت لغرض، تحيا حياة أبدية، تتشبه بالمسيح، ترث السماء. فإحنا كمسيحيين عايشين دايما لغرض، لأننا نؤمن بالخلق. من لا يؤمنون بالخلق فعلا حكموا على نفسهم بالنهاية، لأنه أي حاجة ملهاش غرض مكانها الطبيعي الزبالة. فكر فيها كده، الحاجة اللي ملهاش غرض طب ما نرميها في الزبالة، لكن الحاجة اللي ليها غرض، ليها قيمة، valuable، يبقى نخليها. طب الفاليولس نرميها. فهمتوا الفكرة؟ يبقى في فرق كبير قوي بين من تفكيرنا المؤمنين احنا اللي نؤمن ان الانسان اتعمل، وتفكير الناس اللي بيقولوا الانسان ما اتعملش، عملته الصدفة، عملته الطبيعة.
يعني ما فيش عقل وراء خبئته، ما فيش صانع. الحقيقة الكلام ده يضيع قيمتنا كبشر، لأنه في الآخر ده حتى الصليب يطلع أقيم مني، على الأقل الصليب معمول لغرض. العلم ممكن يكلم كتير في طريقة الخلق، الحتة دي ما تخصناش كتير. بمعنى إيه؟ يكفينا كمسيحيين أن نؤمن أن هناك الله الحقيقي وخلق الإنسان على صورته. طب اتخلق إزاي؟ معلش وماله، العلم يشتغل في دي براحته. عشان كده احنا ما بنتخانقش معاهم كتير في إزاي، إزاي دي بتاعته، لكن ليه دي بتاعتنا؟ الإنسان اتخلق ليه؟ دي قضيتنا احنا. طب اتخلق إزاي؟ مفيش مانع ياخدوا هما الحتة دي، اشتغلوا عليه. يا ترى تطور في 7000 سنة ولا أكتر؟ الإنجيل مش بيدي أرقام علمية، فمش فارق معاه كتير. لكن ما كانش حيوان، دي تفرق معنا ليه؟ لأن دي ضر سؤال ليه؟ أنا اتخلقت كإنسان عشان أبقى شريك مع الله في أبديته، دي مش بتاعت الحيوان. فالإنسان عمره ما كان حيوان، لكن في تطور في الإنسان. طبعا عادي، ما عندناش رفض الكلمة تطور، يعني إنسان تطور في كذا ألف سنة، في تطور طبيعي زي ما في تطور في عالم النبات أو عالم الحيوان. لو كان الكون المادي غير مخلوق، إذن ليس هناك هدف ولا معنى ولا قيمة ولا قواعد. كل ما هو وليد الصدفة هو الحقيقة، ما ينفعش يبقى له رولز، قواعد. إحنا كلنا فينا قواعد داخلية، كلنا فينا ميل للخير ونكره الشر. يعني مثلا لو واحد داخل بيتك ياخد حاجة تقول له دي مش بتاعتك، دي مش بتاعتك، انت مسيحي او غير مسيحي بتقول الجملة دي، يبقى في حاجة اسمها بتاعتي وبتاعتك. طب اللغة دي جت منين؟ في اتفاق بين كل البشر على معايير واحدة حتى لو ما فيش دين. يبقى المعايير الواحدة دي معناها ان احنا في برنامج جوانا او في مبادئ جوانا. اختم بقى واقول ايه، احنا عايشين في زمن كله اكاذيب، ودورنا في الكرازة ان احنا نفند الاكاذيب، نعلن الحقيقة اللي ضد الاكاذيب. المسيح قالها بطريقة واضحة، قال مثلا ايه، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطني انهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوا، لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. كثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي، آخرون قالوا هذا هو المسيح، آخرون قالوا ألعل المسيح من الجليل يأتي، ألم يقل الكتاب أنه من نسل داود من بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي. حدث انشقاق في الجمع لسببه. إذن احنا عندنا حقيقة والشيطان عمال يطلق أكاذيب من يوم ما اتخلق الإنسان، والشيطان بيكذب. لما المسيح قام الشيطان نزل بكذا كذبة، أشهرهم ان جسد المسيح اتسرق. فاهمين الفكرة؟ يبقى دايما قصاد كل حقيقة في كذبة. حقيقة ان المسيح مات، يو 100 كذبة، قد يكون مش هو اللي مات، حد تاني شبهه. اوكي، فاهمين الفكرة؟ حقيقة ان المسيح هو ربنا، 100 كذبة تاني، لا مش ربنا، المسيح نفسه ما كانش في حد اسمه كده. اوكي، اكاذيب. حقيقة الخلق يطلع اكاذيب كتيرة، ان لا ما فيش خلق، الانسان طلع لوحده، شوية كيمياء خبطوا في بعض عملوا خلية، والخلية تطورت وبقت بني ادم. خليكم فاهمين انه احنا شغلتنا نوصل الحقيقة اللي قالها ربنا، مش اخترعها انسان. والشيطان شغلته في المقابل انه يضلل كل الناس بمجموعة اكاذيب. ونجاح الكرازة في ان الحقيقة تغلب، وان الاكذوبة تتفضح، الكذبة تتفضح. لان خلي بالكم الكذبة سونر اور ليتر هتتفضح. عارفين امتى هتخلص بقى الاكاذيب كلها؟ يوم ما يجي المسيح على السحاب وتنظره كل عين، ساعتها يقول لك، هيلطموا، هيقولوا للجبال اسقطي علينا. ليه؟ اهي طلعت حقيقة، طلع في ربنا، طلع ربنا خلق، طلع ربنا هو ربنا يسوع، طلع انه مات وقام، طلع ان في حياة ابدية، طلع ان الشيطان ضحك علينا. فساعتها هيلطم، بس يبقى توليت. زي وقت نوح، نوح فضل يقول يا جماعة في طوفان محدش هيعرف يعوم. كل الناس قالت الراجل ده بيهرتل،
اوكي. امتى بان مين معاه حق ومين كذاب؟ لما نزل الطوفان واتقفل الفلك، كل اللي عاشوا في كدبة بيقولوا الراجل ده مجنون، المسيحيين مجانين، اللي بيقولوا ربنا يسوع، اللي بيقولوا في حياة أبدية، دول شوية مجانين زي بالظبط اللي كانوا برا الفلك وانتهت حياتهم بالغرق. إذن المايكروكوزموس والماكروكوزموس ده مشغوليتنا. أنا كخادم، أنا كإنسان مسيحي، عاوز أجهز قلبي يبقى ملكوت لله، وعاوز أجهز الدنيا كلها تبقى ملكوت لله. عاوز كل مكان على الأرض يمجد ربنا، وعاوز قلبي أنا بالذات يمجد ربنا، ولازم أركز في دي وأركز في دي. والقديس بيعمل ايه؟ فرقنا عن القديسين ايه؟ القديس يبص لكل حاجة حواليه يشوف ربنا، يبص لنفسه يشوف ربنا، يتأمل ويغوص ويختلي يقابل ربنا جوه قلبه، يطلع يخدم ويحب في الناس يقابل ربنا في الناس وفي المشاكل وفي كل شيء. الشيطان شوه جوه وشوه بره، بقى اغلب الناس مخها تعبها، مشاعرها ملخبطة، جوه في ربكة، عارفين الأوضة الملخبطة، البيت المهرجل قوي ده، والعالم كده برضه، العالم الجميل اللي ربنا كان عامله يمجده ده مهرجل، حروب وكوارث وأمراض بس مش ده اللي كان ربنا قصده. ربنا قصد جوه يبقى مملكة سما، وبره يبقى سما. عشان كده احنا في أبانا الذي نقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، والأرض دي معناها كمان ضمنيا قلبك. اقول كده يعني مسجز في الاخر، ما تسيبش الناس يفرضوا عليك اكاذيبهم. يعني في اكذوبة مشهورة ان اللي معاه فلوس سعيد، لا، كذبة مشهورة. في اكذوبة مشهورة ان اي بنت لازم تتجوز عشان تلاقي نفسها، اسألوا اللي اتجوزه، اكذوبة مشهورة. إذا في شوية أكاذيب كده الناس عايشة فيها، ما تسيبش الناس تحط الأكاذيب الشيطانية في دماغك، لأنه أنت مالكش غير مرجع واحد، هو ربنا، ربنا وإعلانه، هو اللي فاهم صح، هو اللي قال الصح. خد مبادئك منه، ما تاخدش مبادئك من البشر. الحق معلن في الكنيسة، سماها القديس بولس عمود الحق وقاعدته، في الكنيسة اللي بتشرح الإنجيل. الحقيقة معلنة في الإنجيل اللي تفهمه من جوه الكنيسة أو من جوه الآباء. التدين الحقيقي يديك حرية، ليه؟ لأنك بتقرب من الحقيقة. أنا كنت في مؤتمر عنوانه الحق يحرركم، تعرفون الحق، you know the truth، والحق يحرركم، the truth will make you free. فأنت مش هتبقى فري غير لما تعرف الحق مظبوط، ساعتها تدوق الحرية. يبقى بالبلدي كده، لا تجعل الماكروكوزموس يشغلك عن المايكروكوزموس، ما تسيبش بره يسرقك من جوه. واحد زي موسى النبي كان بره زحمة قوي، انما كان يطلع الجبل عشان جوه يقعد 40 يوم كل شوية، عشان هو عارف ان جوه كمان في مملكة اخرى، في عالم اخر يحب يوضبه ويجهزه، عشان لما المسيح يجي يلاقي العالم ده مظبوط. ونجاحك مع نفسك يديك نجاح بره نفسك، فشلك مع نفسك مهما نجحت بره مش هتحس بطعم النجاح. تأملاتك في الطبيعة تلسكوب روحي، ودخولك إلى أعماقك هو مايكروسكوب روحي. كون عينك بره بتدور على ربنا في كل حاجة حلوة، ده التلسكوب بتاعنا، وكون عينك جوه بتنظف كل حاجة ملخبطة جواك، ده المايكروسكوب بتاعنا. والمفروض تبقى عينينا مركزة هنا ومركزة هنا. لإلهنا كل مجد وكرم.